والله العظيم لو جبت سيرته لكسر لك رقبتك. سيبني اتجوزه يا حاحه، ربنا يسعدك. انت قافله على نفسك الباب بالمفتاح؟ فكرك مش هتولك؟ ده نعمل سوبر مان واجيب زماره رقبتك بتاع الانابيب تفاحه، هتخلفي منه ايه؟ طفل انابيب؟ هنعيش في الشقه سنه ولا سنتين لغايه ربنا ما يكرمه. انا مش حارم اختي للشحاته بايديا. من النهارده تفاحه هتشوفي مني لون تاني. هوريك التجاعيد اللي في وشي. يا عم روح. خد يا بنت، راح فين؟ راح الشغل. عندك مانع؟ ماشي، بس على الله تتاخري فيستو ثانيه عن مواقيت العمل الرسميه، هطب عليكي في ايها لحظه وهشوف يا انا يا انتي يا عاشقه البوتاجاز. خلاص انسى الشهر، انا هجوز البنت عند اول عريس يجيلها. يلا امشي يما عشان خاطري اديله كمان اسبوع. اسبوع ايه وانا نازل اجازه من الجيش؟ ما انتوا عارفين ظروفي. ظروفك ايه؟ ظروفك ايه؟ ما انت برضه عارف ظروفنا. انا صبرت عليك كل ده عشان خاطر المرحوم امك. صحيح ما كنتش بقبلها، بس اهو انا كنت براعي ضميري عشان ما اكسرش قلب بنتي اللي تنيل وحبك. وانا لسه بحبها يا غالي. لسه حبك برضه. يلا امشي يا واد من هنا، امشي. بيقولوا ان قلبه بيوجعه ولازم له عمليه فورا. طب روح انت نادي الدكتور بسرعه. الدكتور احمد الفلاوي قالولي غرفه العمليه. يما يخرب بيتك، انت اللي جابك هنا. اسمع انا مش عارف اعترف فيكي، كنت هتجنن. قلبي وجعني بجد. انت عارف لو حاحه شافك هيبقى فيها دم، واحنا يا اخويا صعايده الواحده مننا ملهاش الا شرفها وصغتها. انا هثبت لك ان فوز عمره ما يتحطم، وان جواه اراده اقوى من اراده ناديه. يا ليل يا ليل يا ليل ليل ليل. صوتك حلو بس منظرك عار. فرصة نظيفة قوي يا سعادة الباشا. أنا إذا كان عليا أجوزها لك وقتي في التو واللحظة، بس أنت عارف يعني أبقى راجل مش تمام لو ما عملت زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، إن إحنا ناخد رأي البت وكده يعني. طبعًا طبعًا، أنا بس نفسي تقنعها بموضوع إن مش هقدر أعمل فرح عشان أنت عارف ظروفي الخاصة، إنما أنا هجيب لها شقة غير إنها تحت أمركم في أي طلبات مادية. عيب يا دكتور ما تقولش كده، إحنا بنشتري راجل. واخر حاجه تهمنا الفلوس، احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا. وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزي لو حتى قتلتني يا حاحه، ولو طقت يا بنت ده دكتور. وانت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب
تاني هتقولي حاضر؟ قصدي ما بسترحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت عالي واحسبيها صح. ولو احسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد، ها؟ وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك؟ يا بنت بقولك ده دكتور. هو انا عيان عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ايه؟ عشان بتاع الانابيب؟ المتجازة بعينه واحدة اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى ناطر هيبصلك ده هيتجوز اقرب فتاة فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي، حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفاية، من النهاردة انا مش هبصلك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسة برجلك اليمين. ايه حصل ده؟ بقول لك العروسة كمال اخلع. اتفضلي يا عروسة بوجهك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغلة والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليلة ليلتي، الليلة ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهاردة. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ايوه ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، عريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. شماه شماه يا ماما، الناس بترقص علشاني، حاسه حاسه يا ماما، كبرت قوي وداني. ايوه يلا كمان. ايوه اهو 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 اهو. وفيحة، هو انت ما تعرفيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحا عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحا؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحا. لعلمك انا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. خلينا حلاوة شمسينا. خلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبهرني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسنلك، لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعمك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني يا سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابلة الكولد دي؟ انا كنت جايلك عايزة اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير عيلة برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرت يا اختي وبقيت عيل؟ بقولك يا بت، من الاخر كده انا راجل سافر ومنحط ودور، وروحي يا اختي دورولكم على كبير عيلة بحقي وحقيقي. الله ما توسع مراحك شوية يا عمي. بقولك الواد حاحا جايب نسوان تحت في الشقة. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقولك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت مايسر رقاصة وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده. انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني واقرطصك انا راخر. يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي يا ماشي يا عمي ماشي. بقولك ايه، اخرسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحه دي، تمثيليه تمثيليه عشان نغيظها بيها. ماشي؟ ومش هنسالك وقفتك جنبي يا مايسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا بجمله الجمايل. يا اختي تنيلي، انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره الصغيره، مش كفايه انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي، بصي النمل بيمشي ازاي؟ ده ايه المره المنمله دي؟ بقول لك ايه يا مايسا، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزه اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه. وانتوا طبعا يا خالتي ساميه، مهما حصل ما بيننا اختي، ما يهونش عليا حاحا اللي عمله ده.
ضميري ما يسمحش. هو حق اخويا صحيح، بس احنا ولايا زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامة يا حبيبتي، تكر وانت جاية. ايوه يا باشا، عايزة ابلغ عن قضية دعارة. بس بقى طب توريني مكان التطعيم بس. انت نايمة مع واحد عنده كوليرا. مش عايزة اشوف حاجة تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايدة في جسمي. الهي تولع انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعني بقى. نقطها يا حبيبي، نقطها يا عينيا بوسه وطفيها، طفيها عشان اقول لك فيه. اقول عليه دلوقتي ما صدقتيني. ازاي يا غجره؟ فرحانه بنفسك يا بنت؟ خليني راسك جدعه. تعالي هنا بس. استني استني، معلش دعوه بيا. هقول لك بس حاجه، استني. اوعى يا بنت. هقول لك حاجه يا بنت، استني. ايه عايز تضحك عليا بحكايه المواتير دي تاني؟ مواتير ايه يا بنت؟ مفيش يما، ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا ساميه صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحده زي دي؟ مالي دي يا روح امك وحياة امي لا نورياك. انا هوصي عليك بلطجيه مصر كلها، لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي. يا ناس اشهدوا، الراجل الدكر ما عملش حاجه لجد الدخله، ما ذبحش القطه عشان هو اللي طلع قطه. طلع قطه. انا طلعت قطه. شفتي بقى؟ هي سيحت لي في المنطقه كلها وقالت عليا قطه. الزوجه الاصيله ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطه. استنى سامية وحات ابوك ورحمة امك محاسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية سامية سامية، استنى سامية هقول كده. بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا؟ انا بلغ عنك البوليس يا حاجه. اعوذ بالله يا اخي. اعوذ بالله. اخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم. يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ يا سعاده البيه، ارجوك تفهمني، دي كانت جلسه علاج طبيعي. الست انشراح دي ست شريفه جدا. مين انشراح؟ الست اللي كانت هتعمل لي الجلسه. طب وشرفك يا سعاده البيه؟ انا ما لمستها. انا ما انكرش ان كنت ناوي، انه ما حصلش. فهل القانون يحاسب على النيه؟ الكلام ده يا استاذ تقوله في النيابه. انت متقدم بلاغ ضدك انك بتستغل شقتك للافعال الحرام. يا هو فين الحرام ده يا سعاده البيه؟ ده انا عشت احلم بالكلمه دي كتير. صدق يا سعاده البيه، انا عمري ما شفت الحرام، حتى الفيلم نفسه عمري ما كملته. بلاش اسالوا شراحه ويقول لكم. شراح؟ يا فين شراح؟ اعملوا معروف يا سعاده البيه، اوعوا تبهدلوها ولا تعروها. كويس قوي انك سترتها بالسجاده، اصلا ما بتحبش تكشف على حد. الهي السرعه مع الدنيا واخر. طب يلا اخويا. ايه ده؟ انتوا هتاخدوا السجاده دي معاكم؟ اكيد اكيد. ايه؟ قلعوها ان شاء الله تولع، دي سجاده غاليه. معقول يا فندم؟ معقول سجاده من ايران الف فيها واحده من بولاق؟ اه هاتوه. حبيبي كتير عايز اكلمه، عايز اقول له كلام يهديه ويفهمه. فهمه علمه
مغرور وعايش في الدنيا مانا كلمني لمني اورني رنة مانا يا خليل قلب انا لك على طول وبأمر الحب انا بيك مشغول سواح 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 وماشي بقول خسارة زي الهواء أرائك يا جارة خسارة مرضيش يسمعني مغرور مرضيش يفهمني مرضيش يسمعني هسيبه للأيام وهي تعلمه علمه تفهمه بلاش غرورك انت يا أحلى بوتة كلمني لمني لمني يا كوتة كوتة صافيني مرة وحبك نار بحلم بيك وبقول جبار بحلم بيك وبقول جبار 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 حبيبي وشوق ناداني وشوق مشاني زماني حبيبي وشوق ناداني وشوق مشاني زماني مرضيش يسمعني هسيبه للأيام وهي تعلمي جسمك ها؟ هو ده وانت كمان عاملة ايه؟ سامية 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 اغزي الشيطان يا سامية وعهد الله انا بحبك وحياة النعمة انا ما سلكت مواسير ولا جيت جنب مواسير وبالمناسبة السعيدة دي هاهديلك الاغنية دي كل مرة اشوفك فيها ببقى نفسي اجيلك اقولك انك كلك على بعضك عندي بالحياة لا لا يا بنت المجنونة عمر يا خينا عايز ايه؟ عايز كشف مستعجل قلبي بيوجعني وانا مالي ان شاء الله تموت يا رب ايه ده؟ انت لسه ما عرفتنيش هاي للأسف عرفتك يا خسارة يا فوزي مش قادرة ابص في وشك مش لاقية فيك فوزي اللي حبيته حاسة ان انا ببص لبلياتشو بلياتشو؟ اه يا اخويا بلياتشو لو كنت عايزه اتجوز واحد حلو كنت اتجوزت واحد احلى منك ولو كنت عايزه اتجوز واحد غني كنت اتجوزت واحد اغنى منك بقول لك ايه لما تشوف فوزي قول ان هو وحشني انا قدامك اهو قدام مين يا اخويا ده انت واحد قالب على فوزي على فوزيه لما ترجع فوزي انت عارف طريقي فين باي باي يا قطه قتيل من يومنا وعنا ودماغنا مهيسة وبنشرب أحلى حتة في حجارة مغمسة يا حجر طول شوية عالقعدة الحلوة دي يا حجر طول شوية عالقعدة الحلوة دي ده الظابط علينا كابس
يا كابر ولا مرة هنتمسك اوعى مساكين من يومنا والله والله دماغنا ميت. حبيبي عم علي يا حلاوتك يا حاحة. ايه حصلت يا حاحة؟ بتقلب البيت غرزة؟ امشي من وشي بدل مظروفك سبع غرز في وشك. حاضر ماشي يا حاحة. ايه يا باشا؟ انا حياتي بقت متفرتكة ومضروبة طلقتين ستة رخطة. اختي بتحب بتاع الانابيب وبتاع الانابيب بقى مطرب متصيد وكلها اسبوع وهيطلع فورتانا سينما. اوعى تغمض عينيك لا تصرف على قفاك. وخالتي خالتي مش عايزة تجوزني بالتاني، جايبالها عريس عماني بالتاني اللي هي خطيبتي وبنت خالتي وحبيبتي. خالتي بتقول عليا ديلي نيجس والسفلة الحقيرة اللي اسمها مايصة اللي فاكراني شاب بيجي بيجي من العيال اللي بتروح وتيجي مسيطاني في المنطقة وبتقول عليا ان انا بقيت قطة لدرجة ان انا كلما ادخل المنطقة الاقي العيال بتناونة وفوش. راح نادي حاحة. بقول لك ايه، احنا معانا حشيش يسطك المحافظة. هنعمل فيه ايه؟ طب نعمل ايه؟ يلا ناكل كله. انا راجل محترم مش وشي بهدله، ما ينفعش كل يوم والتاني تيجي تاخدني. هو الاسم بتاعكو ده فاتح على شاري انا بس؟ طب مخدرات، وقلنا ممكن اكون بتعاطى مخدرات دعارة يعني. انت سعادتك فاكر القضية كانت حسب النية، انما ارهابي ده منظر راجل ارهابي. انا راجل فلاتية سعادتك بيه. وبعدين تعال، القانون بيقول ايه؟ الارهابي لا يمكن يتمسك الا اذا كان مفخخا. انت لقيتني مفخخا دلوقتي؟ ابدا ابا فلاتي. يبقى كلنا نسقف في ايد واحده نقول ايه الفلات اهو. ايه الفلات اهو، مش كده قبضنا عليه. بعدين سعادتك لو عاوز قضيه عندك الوقت حق، دعاره هتلاقي، مخدرات هتلاقي، اي مصيبه هتلاقي. ده الحمد لله احنا في السليم. اسمعوا بقى، اللي كان فيكوا حته حشيشه يخش التلاوت يرجعها احسن له. انا ما رضيتش ابلغ البوليس على حكايه الحشيش، وده طبعا تقديرا مني ليكي ولظروف اخوكي. هو ايه اللي حصل يا دكتور؟ قلبه اتعرض لاجهاد شديد، وده طبعا نتيجه كميه الحشيش اللي شربها، وفي الوقت نفسه كان عنده الضغط عالي. ضغط ايه؟ اخوكي لازم تحرصي عليه، ولازم ما يتعرضش لاي ضغط عصبي او نفسي، ويا ريت لو تاكدي على مراته وعياله انهم يوفروا له اقصى حالات الراحه. بس هو مش متجوز وعندوش عيال. معقولة؟ اه اكيد هو ده اللي مأزمه. على عموم انا زي ما قلت لك، اخوكي لازم ما يتعرضش لاي اجهاد نفسي، ويبطل طبعا الحشيش والبانجو. انت بتسقي وزه الطقم اللي نزلتها وعملتها 15 سيجاره. ما عملتليش سمسول؟ مش هنا. طيب انا اسفه يا حاحة، انا اللي كنت السبب. كل كلمه كنت بتقولها كان عندك حق فيها. خلاص انا هعمل كل اللي يرضيك. لا تفاح، اعملي اللي انت عايزاه، انا ما عادتش تفرق معايا. ما تقولش كده يا حاح. خلاص انا هتجوز وهسيب لك الشقه عشان تعمل كل اللي نفسك فيه. انت فكرك ان انا عملت كل ده عشان الشقه؟ عايزه الشقه خذيها، بس عايزك تتاكدي ان انا عملت كل ده عشان مصلحتك. خلاص يا حاح، انا فكرت كتير. انا هتجوز الدكتور شريف، على الاقل هو هيخليني عايشه مبسوطه ومستريحه. بس اهم حاجه انت تقوم لنا بالسلامه.